الف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. بسم الله. هطلع حته صغنونه بس كده في الطبق لان عايزه اطلعها قدامكم. ثواني. البشاميل جميل وغرقان فيها ازاي ما شاء الله، تحفه تحفه. عايزه اقول لكم مستويه وجميله ريحتها، مش عارفه اقول لكم ايه. طبعا المكرونه ما تكون هي لسه معموله بتبقى سايحه كده، لما تجمد شويه بتبقى قطعه. والف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش زي ما قلت لكم في اللايك، ودعمونا باللايك والاشتراك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معانا صينيه مكرونه بالبشاميل بتركات خفيفه وجميله، هنعملها في البيت وتبقى حاجه جميله وممتعه. المكونات ايه عشان ندخل في الفيديو على السريع؟ على السريع معايا بصل بتاع جزر مبشور، انا جايزه واخده جزره كبيره وبشرها، ومعايا حبايتين طماطم او حبايه طماطم كبيره على حسب، في ناس بتحب فيها لون احمر ولا لا، اللي هي التسبيك التعصيجه بتاعه اللحمه. ومعايا بصل كبيره عاملاها بالفلفل الاسود والملح، عاملاها ببعضها عشان تاخد ريحه حلوه قوي. ومعايا قرن فلفل اخضر كبير، وفيه نص قرن فلفل حامي عشان خاطر ما يبقاش حامي على اي حد، ده بيبقى حسب الرغبه بتاعتك. يبقى انا مكوناتي حاجات بسيطه خالص للمكرونه البشاميل، ومعايا نص كيلو لحمه مفرومه للمكرونه بالبشاميل، ومعانا كمان كيلو نص كيلو مكرونه، نص كيلو مكرونه للقلم اللي اسمها القلم، اللي هي مكرونه القلم. ومعايا كيس بشاميل. طبعا انا معايا النوع ده حلو قوي على فكره، انا بجيبه جميل، ده نص كيلو. ومعايا كمان كيس بشاميل، انا بحب اجيب البشاميل الجاهز يا حبايبي، معرفش بحس ليه طعمه حلو يعني. دي كنور، شركه كنور، بحب اجيب ولو احتاجنا هنعمل بشاميل في البيت، انا عندي مكونات البشاميل البيتي برضو ممكن نحتاج فيه ونعمل طواجن صغننه ولا حاجه. يبقى مكوناتنا، ومعانا البهارات بتاعتنا. طبعا انتوا عارفين البهارات بتاعت اللحمه المفرومه، هقول لكم واحنا بنشتغل ازاي نعمل اللحمه بتاعتنا. بشوحها الاول لوحدها، وبعدين هنزل عليها بالبصل. دي معلقه سمنه، معلقه وشويه، وفيها زيت، مش بكتر الماده الدهنيه بتاعتي علشان خاطر اللحمه بيبقى فيها ماده دهنيه اصلا. في كمان حاجه انا هسيبها لحد ما تغير لون، يا تدي لون تاني وهرجع لكم تاني. اللحمه تشوفوا كده، كل ما دي كده معناها انها تستوي عشان هنحط البصل بعد كده. دي كلها ميه، مش دهون، دي كلها ميه، الميه نازله من اللحم قبل ما تستوي. اخلص برده، مش ما بحطش بهاراتنا، ما بحطش اي حاجه الا لما اخلص تشويحه اللحمه بتاعتي. هنسلق المكرونه فيها وارجع لكم بعد ما نسلق المكرونه ان شاء الله. بنحط رشه ملح طبعا بعد ما تغلي، بحط رشه ملح وبعدين اسلق المكرونه وارجع لكم. على فكره انا من هنا بحب اسلق المكرونه قوي في البشاميل، ما بحبهاش، ان في ناس بتحبها ثلاث ارباع سوا، لا انا بحب اسويها قوي لان احنا بنحب المكرونه مستويه جدا يعني. هعملها وارجع لكم تاني. اللحمه بتاعتنا اخدت اللون اهي، بنزل عليها كميه البصل اللي انا عاملاه بالفلفل الاسود، مش عارفه في ناس بتقول مرتاها، مش عارفه انا دعكاها كده بصراحه بالفلفل الاسود والملح عشان تدي لها ريحه احلى وتبقى جميله. وطبعا عندي بنتي بتحب البصل، عندي بنتي بتحب البصل قوي قوي في الاكل بصراحه، فيعني عملتها. جه معانا بصله صغيره كبيره كده، مش مشكله في التقطيع، كله هيستوى ويتدرس. نزلت انا ببصلها كلهم شويه وانزل ببقيه المكونات بتاعتي الثانيه، ما بنزلش برده ببهاراتي خالص خالص على اللحمه، واغطيها وارجع لكم عشان تاخد مع نفسها وتدي كده. مش مشكله. بضيف بقى الجزر بتاع المبشور، ليه بضيف الجزر؟ بيزود معايا كميه اللحمه، بيزود معايا كميه اللحمه الجزر ده عشان اعرف برضو يعني انا حلو محترمه كده. وبضيف الفلفل الاخضر بتاعي بضيفه، وبضيف الحبات الطماطم عشان تدي لون. معايا في ناس مستغنى عنها وكده، مش مستغنى عنها، لكن احنا بنحب اللون شويه في صلصه بس مش كتير يعني، بحب اللون فيها صلصه بس مش كتير. ونقلبها ونسيبها برضه تستوي. لاحظوا ان انا ما حطيتش اي حاجه من البهارات نهائي دلوقتي. معلش انا بعتذر عشان البهارات، بس شايفين الالوان شكلها تحفه في الصينيه صراحه، تتاكل اكل. ارجع لكم تاني بعد ما تاخد بس شويه، وبعدين انزل عليها ببهارات اللحمه.
طبعا محطوط في البصل، بس انا برضو بحب الفلفل الاسود مع اللحمه، بيدي لها قيمه يعني غذائيه حلوه بصراحه يعني، وبيدي لها ريحه حلوه. بحط كمان قرفه وعلى نطره قرفه على جنزبيل عشان اللحمه المفرومه. بس كده حطينا الثوم البودر وبصل بودر، بس مش باينه معاكم معلش انا فصلت وانا بعملها، بحطه بس بحط بصل بودر وثوم بودر علشان انا احنا طبعا احنا مش بنحط هنا ثوم. هسيبها بقى الله الريحه بقى بصراحه تحفه. هحط كمان حاجه تعزز الطعم معايا، وده نص مكعب مرق الدجاج، ده عشان يعزز بس الطعم بتاعها مش اكتر ولا اقل، بيدي لها ريحه احلى وبيدي لها طعم حلو بصراحه يعني. لو احنا برضو عملنا البشاميل في البيت هنحط عليه مرقه الدجاج، انا بحب مرقه الدجاج صراحه يعني في الاكل. الريحه طعمها ريحتها حلوه قوي بصراحه، ريحتها جميله جميله جميله. الفلفله دي طلعت كبيره شويه، هقصرها وارجع لكم تاني. المكرونه بتاعتنا خلاص استوت، خلاص بقت مستويه، انا مش عارفه اطلعها سخنه قوي، بقت مستويه خلاص. هطفي عليها واغسلها تحت الحوض عشان ما بحبش النشويات فيها كتيره. وهنا اللحمه بتاعتنا خلاص استوت خلاص الحمد لله، برده هنطفي عليها خلاص، ما عادش حاجه ورانا ان احنا نعمل بشاميل، بس هوريكم بتعمل ازاي البشاميل. هنا البايركس بتاعي دهنته زيت مادة دهنية عشان ما تلزقش، وبنزل بيه كمية المكرونة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كده بسخن الفرن على الهادي دلوقتي، مش بنزل بيه كتير عشان المكرونة نعرف ناكلها يعني، ما تبقاش كتير قصدي يعني تبان فيها لحمة. بقى بنزل بنص كمية المكرونة وهرجع لكم تاني. اللبن اللي هعملها للبشاميل، وده البشاميل بنحط اللبن على البارد، البشاميل بتحط على البارد، ده الجاهز البشاميل الجاهز. وهعمل معاكم برضو لو في وقت اعمل معاكم البشاميل اللي هو اللي في البيت الجاي اللي احنا بنعمله ده، بدوبه الاول قبل ما اولع عليه النار، وبفضل ايديا بقى فيه هولع عليه البوتاجاز وتبقى دافي، وهوريكم ايه تاني. وده بقلبه كده يفضل يتقلب، بياخد بقى ايه النار بتاعته تبقى مش عاليه قوي عليه. البشاميل كل بحس ان هو بدا يكلكع معايا شويه يعني، بدا يمسك مش يكلكع ولا حاجه، هو بدا يمسك، بقلبه عشان ياخد القوام. وده بقى السمك اللي انت عاوزاه، انت بتحبي البشاميل سايل بتعمليه بتقعدي تقلبي كتير، مش بتحبيه قصدي قليل، بتحبيه متماسك يعني على حسب انت بقى ما بتحبي بقى. انا بحبه بصراحه يعني كويس في المتوسط كده، فهقلبه لحد ما اخد السمك اللي انا عاوزاه. السمك ده بتاعك انت اللي بتحبيه زي ما بتحبي البشاميل بتاعك. مستوى تحفة، شكله تحفة. بسوي بس البشاميل، انا بحب البشاميل الجاهز ده قوي، مش بيحتاج لا جبنة رومي ولا اي حاجة، بشاميل اللي بيبقى جاهز بصراحة بيوفر علينا كتير قوي قوي قوي، وطعمه جميل وحلو. احنا بنحب البشاميل كتير. فاض معايا شوية هعمل طاجن صغنن هوريه لكم، برام صغير خالص بيبقى جميل قوي، احنا بنحب البرام الصغنن ده، وادخله الفرن وما اطلع من الفرن اوريكم شكل المكرونه بتاعتنا ان شاء الله تعجب. ده طاجن ده البرام اللي هو اللي فاض معايا من المكرونه، فاض معايا من البشاميل، فاض حبه لحمه، عملت برام صغير جنب الصينيه ده، جنب الصينيه البشاميل بتاعتنا. اول ما تطلع من الفرن ان شاء الله هنوريكم اشكالهم، ويا رب تتمنى اتمنى ان الحاجه تعجبكم باذن الله. جربوا الطريقه دي وجربوا البشاميل الجاهز، بيوفر عليكي كتير 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 كتير، بيوفر عليكي جبنه رومي، بيوفر عليكي بيض، بيوفر حاجات كتير قوي بصراحه. وده الشكل النهائي للمكرونه بتاعتنا، ده الطاجن الصغير اللي احنا كنا عاملينه، ده الطاجن الصغير، وده الطاجن البايركس بتاعي. النار لسعته شويه بس عادي بكل بتاكل، انا بحبه كده يعني. وان شاء الله هخرجه معاكم واطلع منكم تاو وتشوفوه من جوه عامل ازاي، مستوي جميل كل حاجه اصلا مستويه في المكرونه. اتمنى يا رب تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها، وما تنسوناش اللايك والشير، ودعمونا باللايك والشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد مع قناه عسل. الف هنا والشفا،
على قلوبكم يا رب. بسم الله هطلع حته صغنونه بس كده في الطبق لان عايزه اطلعها قدامكم. ثواني. البشاميل جميل وغرقان فيها ازاي ما شاء الله، تحفه تحفه. عايزه اقول لكم مستويه وجميله شريحتها، مش عايزه مش عارفه اقول لكم ايه. طبعا المكرونه ما تكون هي لسه معموله بتبقى سايحه كده، لما تجمد شويه بتبقى قطعه. والف هنا وشفا على قلوبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش زي ما قلت لكم في اللايك، ودعمونا باللايك والاشتراك ان شاء الله.